فلسطين ألم يكن عملية طوفان الأقصى هي الفرصة المناسبة؟ وإلا اليوم الكل رح يطلع يقول أنه ما يحكى عن شعارات بتحرير القدس وغيرها هي شعارات فقط تصرف بالسياسة. هذه ليست شعارات. من خلال هذه السنوات تم التجهيز لتحقيق هذا الحدث. ونحن شاهدنا قبل 10 سنوات محور المقاومة أين كان وأين نحن الآن؟ مستوى القوة والقدرة العسكرية التي نشهدها الآن في محور المقاومة لا يمكن أن نقيسها قبل 10 سنوات. إذا كان مجرد استثمار بتحرير فلسطين؟ صحيح، بس لازم يكون إجت عملية طوفان الأقصى لتكون هي الشرارة. صحيح، لا بس لازم نحكي بهذا الموضوع، أن عملية طوفان الأقصى كانت عملية من تخطيط حركة حماس كما أعلن رسميا. عظيم. صحيح. عظيم. كان هناك عملية، أعلن الإيرانيين أنه ما كانوا على علم. أكيد ما حدا كان عنده علم، حتى الناس بغزة، حتى ناس من قياديين ومن باقي الفصائل بداخل غزة لم يكونوا على العلم. تحرير فلسطين وإزالة إسرائيل من الوجود قلت لكم ليس شعارات، ولكن يتطلب مقومات لهذا الموضوع. من 10 سنين لهلا نحن بدأنا هذا المسار، ونحن الآن في نقطة مختلفة تماما قبل 10 سنوات. ولكن عندما بدأت عملية طوفان الأقصى نحن لم نكن جاهزين لهذه الخطوة، وظروف المنطقة الإقليمية والدولية لم تكن جاهزة لهذه الخطوة. فلذلك اللي بتوقع من إيراني أنه أجد عملية طوفان الأقصى، ليش مصر إزالة إسرائيل من الوجود؟ حتى اليوم لما تحول الصراع بين إيران وإسرائيل بالضربة، اليوم الإيرانيين وحضرتك عم بتقول أنه خلص خلصت، نحن بالنسبة لنا خلصت، ما بقى رح نوجه أسلحتنا باتجاه الكيان. أسلحتنا موجهة ضد الكيان دائما، ولكن نحن لا نريد الحرب. ليش؟ لأننا منذ سنوات طويلة نحن لا نشن حربا على أي أحد. ليه عم بتسلحوا حلفائكم بالمنطقة؟ لأنه هناك وجود اسمه الكيان الإسرائيلي الذي يعتدي على شعوب المنطقة، وهذه شعوب المنطقة طلبوا منا أن نساعدهم في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الغادر والمجرم، ونحن ساعدناهم ونساعدهم، والحدف هو مواجهة هذا العدو لا أكثر ولا أقل. ولكن هذا العدو الإسرائيلي كذلك على أمل أن هذا العدو الإسرائيلي يخفف من جرائمه، ولكن كلما يمر الوقت العدو الإسرائيلي يزيد على جرائمه، كلما يزيد الإجرام بكل تأكيد الطرف المقابل أي المحور المقاومة لازم يزيد على قوته، كما أن العدو الإسرائيلي كل سنة يتصلح بأسلحة جديدة. فقط من أجل توازن الردع. أكيد توازن الردع لازم يكون بين الطرفين. ولكن ما في توقيت أو ما في قرار أنه ممكن نروح على حرب شاملة لتحرير فلسطين بأي لحظة بعد هذه الضربة؟ عندما أنا أسميها فتح الجبهة الإيرانية على الكيان الإسرائيلي مباشرة، من بعد هذه الضربة كل شيء ممكن يصير، لأنه بمعرفتنا بهذا العدو، هذا العدو لن يكف عن إجرامه، وممكن قد يتكرر موضوع القنصلية، وقد يذهب العدو الإسرائيلي. نقطة أخيرة، قد يعود العدو الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات في داخل إيران، وهذا ليس أمرا مستبعدا. أنا شخصيا أستبعد أن يقوم العدو الإسرائيلي بضربة مباشرة، لأنه كلنا نعلم داخل سوريا كذلك اغتيالات داخل. هل أنا برأيي إذا العدو الإسرائيلي بحساباته إذا يريد أن يستعيد الردع ويحسن صورته، أنا برأيي سيذهب إلى تفكير باغتيال داخل إيران، لأنه اغتيال في سوريا عندهم لا يحسن صورتهم. صح. ولكن ضربة المباشرة برأيي كما نعلم جميعا ستفجر المنطقة، والإسرائيل الآن وحيد في الرد المباشر. في خيارات أخرى قد يكون معه الأمريكي، ولكن في الرد المباشر هو حاليا وحيد. وإذا يقدم على هذه الخطوة الرد الإيراني المقابل لا يمكن توقعه. أنا شخصيا كمواطن إيراني الذي كنت أتوقع الرد على القنصلية، بكل صراحة عندما شاهدت الرد كان الرد أكبر بكثير مما أنا أتوقع. الرد الجاي كيف سيكون؟ الله أعلم. طيب رح كمل أنا وياك بالنقاش، أنتقل أيضا إلى اتصال مع الصحفي الفلسطيني مقيم في الأردن داود كتاب. أهلا وسهلا فيك أستاذ داود. يعني بعد الرد الإيراني وصلنا إلى مرحلة نشوب خلاف بين إيران والأردن، قيل بسبب أنظمة الدفاع الأردنية التي تصدت لبعض المسيرات التي دخلت الأجواء الأردنية. لحد الآن ما في موقف رسمي أردني إذا كان فعلا تم إسقاط هذه المسيرات
أو لا. بالأمس شفنا أيضا وزير الخارجية